الو الو يا حاج، ها اخبار التلاجة ايه؟ جبتها ليه بس يا حاج؟ ما انت عارف ان انا مستعجل عليها. طب هتجيبها امتى؟ ماشي ماشي. طب قول لي بقى يا حاج، هي حلوة حلوة يعني؟ ايوه ايوه، يعني انت شايف انها يبقى في بيني وبينها عشرة وتدوم وتبقى عشرة عمر؟ سبتي. طيب يا حاج قول لي والنبي، هي طولها قد ايه؟ ايوه هو ده الطول اللي انا بحبه فعلا. طب لونها ايه بقى يا حاج؟ بيضه بيضه بيضه. ايوه يا حاج، ما انا شفت صورتها. لا خلاص خلاص، انا هاجي اخلص وادفع مهرها واخدها على طول. ماشي يا حاج، سلام. التون الناقص هيتجوز على بنتي. حمادي ايه ده؟ انت ايه اللي صحاكي بالليل واحنا بالليل كده؟ ربنا ربنا بعتني في الوقت المناسب. انت فهمتي ايه بالظبط يا حمادي؟ لعلمك بقى انا سمعت كل حاجه. طيب بص يا حمادي، بما ان انت سمعت يعني يا ريت ده يبقى سر بيني وبينك ومحدش يعرف خالص. يا سلام. ورانيا؟ رانيا دي بالذات بقى مش لازم تعرف، لازم احضر لها مفاجاه كبيره. لكن انت عاوزني اكذب على بنتي ضنايا؟ لا انت مش هتكذبي عليها، يعني انت هتخبي عليها بس شويه، يعني احنا محضرين لها مفاجاه، ايه المشكله يعني؟ يا سلام، ومش فارقه معاك؟ لا طبعا فارقه معايا، بس اهم حاجه بقى ان هي ما تعرفش، لان كل مره هي اللي بتختار بنفسها. مره واحده بس في حياتي اختار انا يا حماتي. لا لا والف لا، انت اكيد اتجننت. يا سلام، اتجننت عشان عايز اعمل لها مفاجاه؟ انا قصدي ايه من المفاجاه دي؟ ان انا اريحها. يعني تريح مين؟ اريحها واريحكوا كلكوا، وبرضه يا حماتي مش مستني كلمه شكر، او مستني كلمه شكر على حسب يعني. انت كمان عاوز ان اشكرك؟ لا 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 يا حماتي، انا مش مستني اي شكر، انا بعمل كده عشان ساعدكوا يعني. بس يا حماتي ده سر بيني وبينك، اوعى حد يعرفه. ها ان شاء الله انا بفكر يعني ان انا اجيبها بالليل وانتوا نايمين، بحيث بقى تصحى الصبح تلاقوها منوره في البيت كده. حماتي اوعى يا حماتي السر ده يطلع، انت فاهمه؟ ها الدون الناقص عايز يتجوز على بنتي. طيب يا عادل. رانيا اخبارك ايه مع جوزك؟ اخباري عادي، مفيش اخبار. يعني انتوا كويسين مع بعض؟ الحمد لله كويسين قوي. شوف العبيط، بقول لك يعني ما انتيش منكده عليه؟ لا، كل يوم بيفطر وبيتغدى وبيتعشى. اقولها ايه الغبيه دي؟ يا هبله يا بنت الهبله، بقول لك يعني مش منكده عليه عيشته. ماشي يا عادل، يبقى اكيد قلت لها. تاني هو حصل حاجه امبارح وانا نسيت اقول لك عليها. ايه؟ وانا بطلع الغسيل من الغساله الشراب الجديد بتاعه الابيض اتحشر جوه، فزعل مني قوي. طب اقول لها يا بنت افهمين، يعني مش بتتخانقوا؟ لا يا مامي ما نتخانقش الحمد لله. انت عايزين نتخانق ولا ايه؟ احنا زي الفل اطمني. طب هيتجوز عليك ليه يا حبيبتي؟ تخونه وعمره ما خانكم ولا ضايقكم حاجه خالص. صباح الخير يا رانيا، كويس ان انت حضرت الشاي والفطار بقى اكيد حضرتيه، انا عارف طبعا. رانيا صباح الخير. ايه ايه، قلت لها حاجه ولا ايه؟ انا عارف ما بتستريش على كلمه خالص. حاضر حاضر رانيا، انا اخش بقى استحمى ومعايا الفوطه بتاعتي عشان الامراض الجلديه طبعا بتاعت العائلات اللي في بعض. لا يا مامي، مش ممكن عادل يتجوز عليا ابدا. لا مش بقول لك هبله. لا لا ايه، انا سامعاه امبارح بوداني دول وهو بيكلم واحد بالتليفون علشان يتفق يشوف عروسه. مش يمكن يكون عشان رمزي؟ رمزي؟ رمزي ايه يا بت؟ يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتاب وانا عريس وانا بستحمى الميه قاطعه. شفتي؟ هو هيكتب كتابه يوم الخميس. والبنت بيضة او مش بيضة، والبنت بيضة طب اعمل ايه؟ وكمان بيضة. بيضة عادل؟ بيضة؟ Thank you.
يا خبر ابيض، بقى هو عايز يعمل كده؟ ده جريء جرأنة. اخس اخس. خلاص ما تقلقيش، انا هتصرف. انت عمرك قلتلي حاجة ومعرفتش هتصرف؟ باستثناء دي. ظروف ايه؟ اني نسيت ساعتها. خلاص يا ست بقى، دي هتبقى اول مرة اتصرف فيها كويس. خلاص بقى ما تكسفنيش. خلاص علشان اللي بالي بالك جه. كنت بتكلم مين؟ استنى ما تقولش اللي بالي بالك. كنت بتكلم محمد سعد؟ لا. محمد هنيدي؟ مش مطربين خالص. مش مطربين. لا كنت بتكلم البيت. كفاءة دولة كفاءة. قول لي بقى ايه الموضوع؟ موضوع ايه؟ الموضوع الحتة الجديدة اللي انت عايز تجيبها البيت دي. يا سلام، ودي فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ ده موضوع المواضيع يا عم عادل. بص عادل، انا بفكر اعمل زيك بالظبط، بس بعد ما اتجوز ان شاء الله. اسمعني بقى دولة وطرطق لي ودانك كده. ها، احنا اكتر من اخوات، احنا ولود عم. ها؟ ولود عم. ولود عم من زمان كمان. خلاص بقى، متربيين مع بعض. خلاص ما تفكرنيش كل شويه بقى. ايه عادل، احنا مش ولاد عم. يا عم ما تفكرنيش كل شويه. افرض سايح من السياح دخل عايز تبوظ علاقتنا بالدول الاجنبيه، انت اتجننت؟ هم ما بيعرفوش عربي يا عم. ايوه بس عارفين ان انت ابن عمي. قول لي بقى يا عم عادل، خلاص هي دي تفرق عن التانيه يعني في ايه؟ تفرق كتير. يا دي بقى طول بعرض وبيضة بيضة. يا خبر ابيض، دي جامدة قوي. بقول لك ببابين. بابين؟ بابين ازاي يا عادل؟ هي التانية كانت بباب واحد يعني ولا ايه؟ كانت بباب واحد وادمت بقى. يا اخي انا اول مرة اعرف ان في واحدة ببابين. ازاي يا ابني؟ ما بتنزلش السوق، ما بتلفش، ما بتشوفش. في طبعا كل حاجة يا ابني. واقول لك حاجة؟ قول. بتسقع في دقيقة. تسقع؟ ليه يا دولة؟ هي القديمة ما كانتش بتسقع ولا ايه؟ لا كانت بتسقع برضو، بس انت عارف يعني ايه، كانت بتاخد فترة طويلة قوي على ما تبتدي تسقع. طب قول لي بقى دولة، دي انت لقيتها فين دي؟ لقيتها عند الحاج مرعي. اول ما شفتها قلت هي دي هي دي. ايه ده؟ مع اني رحت عند الحاج مرعي اكتر من مرة ما لقيتش عنده غير تلاجات. ايوه، ما الحاج مرعي تلاجة، عايز تلاقي عنده ايه يعني. طب قول لي بقى دولة، انت دي هتقعدها عندك في البيت برضو؟ طبعا اقعدها في البيت عادي. الا، طب والقديمه؟ لا القديمه مش عارف اعمل فيها ايه، لو عايزها خدها. لا عادي، هو انا حاطط يعني عيني على حاجه تانية وعندك برضو في البيت. ماشي يا سيدي، اول بقى ما تقدم ابقى اديها لك. انت قصدك يعني تقدم اكتر من كده. اسمعني بقى دولة، ها احنا ولاد عم. ها، ما تفكرنيش كل شوية، ما تفكرنيش، ما تبوظ السياحة في مصر لو سمحت. ما هو ما أنا ابن عمك من زمان يا عادل. ماشي فكرني، وضايقنا أكتر. ضايقني. خلاص، ابن العم ده يعني مش ليه عند ابن العم التاني اللي هو مش أنت تلات حاجات؟ يا سلام. ابن العم ليه تلات حاجات؟ طب إيه هم؟ أول حاجة النصيحة. ماشي، إيه الحاجتين التانيين؟ مش فاكرهم. ما يعني انت ايه هتعمل ايه؟ تديني نصيحه؟ ايوه عادي. هتنصحني يا ابني؟ مش انا ابن عمك. ماشي انصحني انصحني يا سيدي، نشوف اخرتها. بص يا عادل، ايه ده، نصيحه بايدين وكتاف وكده؟ مش عايزها. خلاص خلاص اهو، انصحني من بعيد اهو. اتفضل. ياسمين بنتك مش هتتاثر بالموضوع ده؟ هي دي نصيحه؟ ده سؤال يا ابني. ما هو تقريبا اسئله. انت ليك ثلاث اسئله. ثلاث اسئله لابن العم. طب ماشي، ياسمين بنتي مش هتتأثر. ها السؤال التاني. ياسمين بقى بنت رانيا مش هتتأثر بالموضوع ده؟ على أساس إنها مش بنتي يعني. لا برضو مش هتتأثر. طيب ياسمين بقى بنتوك انتوا الاتنين مش هتتأثر بالموضوع ده؟ يا ابني ياسمين ما بتتأثرش خالص. غير انت، في أسئلة تانية غير كده؟ قول لي بقى يا ابن عمي، هتنفذ امتى؟ بكرة إن شاء الله. ومعزوم طبعا. طبعا، عيب يا ابني، ده انت ابن عمي. الله يحرقك. أول حاجة ساعة هتطلع منها ها من نصيب ياسمين. ياسمين مين؟ ماشي عادل ماشي، أنا رانيا بنت مجيدة. دكتورة مجيدة. بنت أنا نازلي تعمل فيها كده ليه؟ مش كفاية مستحملاك أنت وأمك وأختك وطول اليوم واقفة في المطبخ بطبخ لك؟ عشان عبيطة يا ماما عبيطة. أنا قلت لك 100,000 مرة انك ما تجيبيش غير اكل جاهز. وعلى العموم ما تقلقيش، انا هعرف اخد لك حق كويس قوي من الجربوع اللي اسمه عادل ده. ماشي عادل ماشي، خليكي زي ماما يا حبيبتي. يا جماعة ازيكم؟
تعالي يا حبيبتي تعالي شوفي خيبه اختك. يا ماما بقى اي حد خارج وداخل هتفضحينا قدامه بقى. لا الحمد لله انا اتغديت بره خلاص. مش عادل هيتجوز على اختك؟ سبحان الله وليه واحده ثانيه ترضى بيه؟ وبيضه وكمان بيضه والله وتظبطوا. مين ده اللي انتوا عمالين تقولوا هيتجوز هيتجوز ده؟ اخوكي اخوكي عايز يتجوز عليا. اخويا انا عايز يتجوز عليك انت يا رانيا؟ مين الحيوان اللي قال كده؟ انا سمعته امبارح بالليل بودناتي دول هو بيكلم واحد وعمال بيتفق انه لو عجبته هيدفع مهرها على طول. طيب يا جماعة مستعجلين ليه؟ بيقول لو عجبته ما يمكن ما تعجبهوش. هو السؤال اللي محيرني هنا مين السوسة اللي شرع عليه الشورى المهببة دي؟ انا ده انا متعاطفة معاكي جدا ده انا مريت بكل اللي انت مريتي بيه دوت. لا يا رانيا ما تقوليش عليا كده خص عليكي ده انت ست وانا ست ونحن السابقون. كانت بيضة يا سناء كانت بيضة يا رانيا ما تفكرنيش. بس بما اني مخضرمة في الحالات اللي زي دي فانا عندي الحل. ايه؟ حقنة ايه بمول في العضل بتجيب نتيجة هايلة جدا وبتهجي صدقيني. ايه في ايه؟ لا لا ما تبقيش عبيطة الست دي عارفة كل حاجة من زمان يوم بس مطنشة. أنا عارفة كل حاجة؟ معقول يا مجيدة؟ دي رانيا حبيبتي وبنت حبيبتي ده لو لف الدنيا كلها مش هيلاقي زيها في ظرفها وأخلاقها و... هي حقنة العضل اسمها إيه يا سناء؟ إبيمون يا ماما. لا أنا هسيب البيت وأمشي أنا هاخد بنتي وأسيب البيت وأمشي. بقولك إيه هي حقنة الأبيمون اسمها إيه؟ قلنا أبيمون بقى. أنتِ يا عبيطة أنتِ تعالي هنا هتروحي فين؟ همشي حرمي نفسي في الشوارع مع كلاب السكك. جامي يا حبيبتي جامي ده أنتِ تقعدي هنا وتحطي رجليناتك دي على راساتهم كلها عشان دي شقتك وده عفشك. أيوه كده بني على حقيقتك يا مجيدة عاملة كل الفيلم العربي ده كله عشان تحط يدك على شقة أخويا. يا حبيبتي أنا بقولك إن أنا سمعته بودناتي دول. أهو ودناتك دول اللي جايبينك ورا يا مجيدة. مش عايزة تبطلي ده التسلط اللي فيكي؟ مش عايزة تبطلي الداء ده؟ ولعلمك بقى أنا مش مصدقة ودناتك. بقى عايزة تخربي بيت بنتك عشان خاطر حتة شقة؟ مامي أنت عايزة تخربي بيتي عشان خاطر حتة شقة؟ شفوت وعايزة تقتلي ماما؟ حبيبتي انا بقولك انا سمعت وسمعت والله بودنات. طب افرضي سمعتي غلط. لا 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 جامي جامي. ماما لمي السكاكين اللي في البيت هيبقى ابنك الوحيد. يا جماعه ايه ده في ايه صوتكوا جاي من اخر الشارع؟ انتوا مش هتبطلوا خناقات مع بعض ابدا؟ مين اكل اكل مين؟ مين شرب شرب مين؟ مين نام مكان مين؟ بطلوا دي تفاهات والله يا جماعه تفاهات. انتوا عيله عيب. اهو البشره في سليبه انت بنفسك. عادل ماما سمعتك امبارح. بيضة يا عادل بيضة. ما بيتبلش بقك حاجة. قلت لها مش انا متفق معاك ان ده سر وعاملها لها مفاجأة كده يا عادل؟ طب طلقني بقى طلقني. يا سلام اطلقك عشان بيضة؟ عادل انت بجد بجد عايز تعمل ده بجد بجد يا ابني انتهبل؟ هو انت اساسا معاك فلوس عشان تروح تهلس بيها؟ اهلس ايه بس؟ اهلس ايه؟ ده الحق عليا ان انا عايز اريحها واريحكوا. في النهايه تقولي لي طلقني؟ انا اللي غلطان. انا اللي غلطان فعلا. مفروض بقى ما يكون معايا فلوس بعد كده احطها في جيبي، ما فكرش ابدا اجيب بيها هديه. هديه؟ انت بتسمي اللي بتعمله ده هديه يا عادل؟ طبعا هديه. او كانت هديه. بس انا اللي غلطان. خلاص يا جماعه اهو الراجل اعترف من نفسه ان هو غلطان. هتعلقوا له حبل مشنقه بقى؟ غلطان في ايه؟ عادل عديها غلطان عديها الكلام ده ما فيهوش رايح جاي. بس انا ما غلطتش. عادل هو اللي انت هتجيبها دي عندها شقه؟ الحمد لله كويس عشان ما نبقاش كلنا هنا شويه هنا وشويه هناك. يا ماما عادل طلعني بقول لك من غير شوشره. ايوه بدل بقى ما ناخدك كعب داير كده ووديك اقسامات وبوليسات بقى ومحكمانات بقى. بصي والنبي استني انت انا ما بفهمش كلامك. محكمانات ايه؟ محكمه جمعها محكمانات؟ استني انت والنبي. يا رانيا رانيا وبعدين عايزين اطلقك فعلا؟ انا تتجوز عليا عادل؟
اتجوز عليكي وكمان واحده بيضه. بيضه؟ انت خرجت من نص المكالمه بقى. ايوه يا استاذ وفهمت كل حاجه. فهمت كل حاجه يا نصحه؟ طبعا. وطبعا رحت قلت لرانيا ورانيا قالت لسناه وقالت لماما وقلت لرمزي. رمزي اللي ما بيفهمش حاجه تقول له حاجه زي كده. اسمعنا كده بقى، ان المفاجاه بتاعتي لسه موجوده ما باظتش. مفاجاه ايه يا عادل؟ تعرف ان انا زعلانه منك قوي. الست الغلبانه دي وبنتها هيروحوا فين؟ مين ده اللي هيروح فين؟ احنا ما نروحش في حته، احنا هنقعد في بيتنا في شقتنا دي، انتوا اللي تترموا في الشارع. خلاص يا جماعه خلاص، مفيش حد هيترمي في الشوارع ولا حاجه. استنوا بس لما تشوفوها ان شاء الله هتعجبكم. يا امي يا امي انا حاسه اني هقتلك. استني وانت ماسكاني عشان تقتلني في ايه؟ تقتليني عشان ايه يا رانيا؟ يا رانيا اهدي كده اهو بس بالراحه، انا هكلم الحاج واخليه يبعتها، لو ما عجبتكوش خلاص يبقى عندكم حق ارجعها. انت كمان عايز توريها لي؟ ده ايه البجاحه دي يا ربي؟ ايه البجاحه دي؟ انتوا هتخسروا ايه بس؟ اصبروا اصبروا ساعه زمن اكلم الحاج يبعتها، لو ما عجبتكوش يبقى عندكم حق فعلا. خلاص خلاص يا رانيا، الراجل ما غلطش، بيقولك يمكن تعجبك مش يمكن ما تعجبكوش. هو اسمه عادل؟ انت متاكد انه هيشيل الكميه كلها؟ بس انا في المحل ومفيش حد موجود. رمزي؟ رمزي مين؟ اتجنبه. غبي ومش هينفع اتفق معاه. طيب نقعت ورق البرد كله في الميه عشان ينضف في باص كله. فكرتك الاستاذ رمزي؟ ايه؟ ايه ده؟ انا مشهور قوي للدرجه دي ولا ايه؟ امال الاستاذ عادل مش موجود؟ لا الاستاذ ايه؟ عادل مش موجود. انا موجود. رمزي تحت امرك. اصل انا كنت عايزاه في موضوع خاص. ومين خاص ده؟ انت حضرتك زي ما بيقولوا عنك بالظبط. لا والله ده الناس بس اللي بتبالغ، دي حاجات بسيطه كده. المهم انا جايه من عند الحاج. الحاج؟ الله الله يا نمس يا دوله، والله وعرفت تختار. ايه ده هو في ايه؟ هو حضرتك ببابين ازاي؟ ماما خلاص ما تزعليش قوي كده. ايه طب ممكن اقابل الاستاذ عادل؟ يا ماما ايه اللي الاستاذ عادل ده؟ احنا خلاص بقينا اهل، خلاص هو دلوقتي في البيت، ممكن نروح له سوا. طب حضرتك عارف الطريق ولا هتوهنا؟ لا ما تقلقيش انا معلمه، بس انا عندي استفسار رفيع. يعني هو حضرتك بتسقعي ازاي؟ اي حاج ها ايه الاخبار؟ وصلت تحت البيت؟ طب كويس قوي، اطلع على طول. يلا سلام سلام. يلا يا بنتي يلا يا حبيبتي يلا يلا نمشي ونقول بالبيت ده. ايه ياسمين لو سمحتي انزلي سبقيني على تحت. ايه يا رن سبقك على تحت فين؟ وانت رايحه فين بلبس الجيش اللي انت لابساه ده؟ من فضلك ما تقوليش اي كلمه. طيب يعني هتمشي كده من غير ما تطبخي لنا حاجه؟ هنفضل مقضيينها جبن؟ ما انت عارفه انا وماما وسناء ما ملناش دعوه بالطبخ خالص. ياسمين انا بعتذر لك، انا اسفه جدا. انت عارفه اكتر حاجه عملتها غلط في حياتي ايه؟ ان انا اخترت لك اب زي ده. وماله الاب ده ما شغال اهو. يا رانيا يا ياسمين هو ده. يلا يا رانيا خشي جوه، وانا اول ما تيجي العروسه ماشي انا وسناء وماما اللي هنمشي. نهار ابيض ابنك شرير يا ماما، بصي بيضحك ازاي والقلب بيقولوا عليا انا المفتريه. معلش يا جماعه معلش بجد انا مش قادر امسك نفسي من الضحك. خلاص ضحكنا كتير وهزرنا كتير، نتكلم جد بقى. رانيا انت فاهمه الموضوع غلط تماما، بجد انا واثق ان انت لو شفتيها هتحبيها. تعرف بقى ان انا ممكن ادخل المطبخ دلوقتي اجيب لها سكينه تحز بيها رقبتك تسيح دمك عشان دي سفاله يا عادل. سفاله يا عادل؟ ومين اللي بيتكلم؟ انت يا سناء. اصبري بقى اصبري، لان خلاص يا جماعه الحق ظهر وبان. الفتره اللي فاتت انتوا كنتوا ظالميني، بس الحمد لله خلاص العروسه وصلت لغايه الباب. بجد بجد يا جماعه هتعرفوا ان انتوا كنتوا ظالميني.
روح يا بنتي تعالي نشوف العروسه بتاعتك دي. يا دوله يا دوله. في حاجه غلط حصلت بس يعني مش عارف. ايه دوله؟ ايه دوله ايه؟ انت ايه اللي جابك؟ عايز ايه يا رمزي؟ جبت لك الحاجه اللي عند الحاج مرعي. يا عم الحاج مرعي بعت الحاجه معاك؟ ايوه. طب دخلها بسرعه. الله ده انت جريء جرأنا كده. على الملأ؟ انت عارف يعني ايه الملأ دي؟ ايوه يعني الشقه. الملأ يعني الشقه. الصلاه. روح هاتها روح هاتها وخلاص. على فكره يا جماعه دي هتعجبكم جدا جدا. دي كده شوف. ادي يا جماعه العروسه اللي انتوا كنتوا مستنيينها طول الوقت. دي العروسه اللي انتوا طول الوقت فاكرين ايه وبتتكلموا في ايه. انا تعب نفسي وشاغل نفسي طول الوقت وعمال احوش لمده 6 شهور عشان اجيبها تريحك وتريحكوا كلكوا، وده يبقى جزاتي. تفتكروا ايه يعني؟ تفتكروا ايه؟ هذه العروسه اللي انتوا قلقانين منها على طول، وايه ببابين وبتسقع في ثانيه ومليانه دراج دراج دراج. ايه ده؟ انت مين؟ مين دي؟ مين دي؟ بقول لك ايه، انا شفت الويل مع رمزي ده لحد ما جابني هنا. يلا بقى خلصني، انا زهقت. انا زهقت ايه؟ مين دي؟ يعجبك ده؟ لا انا صراحه مش ده المقاس اللي يعني، بس يعني انتوا الكاميرا الخفيه. طب وحاطين فين الكاميرات؟ خلاص زيعوا زيعوا، عايزين زيعوا عايزين زيعوا 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 زيعوا. مين دي؟ والله ما اعرف والله ما اعرف. صدق يا عادل، ابوك كان واطي وندل وجبان واتجوز عليا 3 مرات، بس عمره ما عمل عامله زي دي. عملت ايه بس يا ماما؟ والله انا كنت بتكلم عن تلاجة، انا كنت شاري لكم تلاجة. يمكن بدلوها يا عادل وهم بيشحنوها. اتبدلت؟ ممكن والله، ما بقاش في عند الناس ضمير خالص يا ابن عمي. اه والله ممكن صح، ما هو الواحد ساعات يبقى شاري تلاجة يبعتوا له غسالة. بصوا انا هسألها قدامكم عشان تعرفوا ان انا ماليش دعوة. لو سمحتي حضرتك شفتيني او تعرفيني قبل كده؟ طبعا. اهو 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 اهو. ايه انت بتقول ايه؟ السيج بتاع اسمعي يا بنتي، يلا نمشي من هنا بسرعه. استني بس يا مامي، من فضلك لو سمحتي، انت في علاقه بينك وبين عادل جوزي؟ ابدا ما فيش اي علاقه، انا جايه عشان ابيع له الحاجات دي، بس تقريبا انا جيت في وقت غير مناسب. ده انت جيتي في الجون. اتفضل سيب التلاجه اصل عادل. يا سلام، اهي العروسه اهي. مفيش مقاسي؟ في يا حبيبي. الاقي عندك يا اختي كده حته واحده؟ عندي. لا لا لا، الالوان بلديون خالص. ما عندكيش جنجا؟ انا مقاسي 40، عايزه كده بدله من فوق جنجا ومن تحت تبقى لونها ازرق. في عندي اهو. طب دوري كده. عادل انا اسفه، معلش سامحني غصب عني. خلاص انا مسامحك، بس هي صراحه يعني كانت لبساني لبساني. بس عارف يا عادل، انا اول ما شفت البنت قلت اكيد في حاجه غلط. يا سلام، ليه بقى؟ اصلا يا حبيبي مش ممكن واحده زي دي هتبص لك انت.